Hello everybody and welcome back to another video. مرحبا بالجميع في فيديو جديد. راح نشرحوا في هذا الفيديو part 1 في أسئلة اللغة الإنجليزية اللي نقراوها من تكست ونجاوبوا عليهم. أول سؤال هو النص هو The text is a book كتاب a speech حوار a magazine مجلة or a newspaper أو جريدة a web article يعني مقال مقتطف من الإنترنت ولا a letter or an email رسالة أو email. فهم السؤال يطرح هذا السؤال لمعرفة ماهية ومصدر نص، وعادة يكون هذا السؤال مرفقا بأجوبة اختيارية. كيفية الجواب؟ أول حاجة نشوف السعر، نلاحظ نهبط النص ونشوف تحت نلقاو www نقطة ومن بعد نلقاو .com. هذا direct هاهو من the internet، هاهو جابوه من ويب سايت ولا ذا انترنت من موقع انترنتي. مقتطف من جريدة او مجلة نيوز ويك 1918، الجريدة تلقى فيها السنة وتلقى فيها الاسم تاع الجريدة ولا المجلة. تقارير صحفي ولا تلفزيوني ولا الاذاعي، هذا عادة يجي عادة ما يجيش، يعني نادرا وين يجي. بي بي سي نيوز، بي بي سي هذه اسم قناة نيوز اي اخبار باينة. هذه مقتطف من كتاب، يعني هزوه من كتاب Adapted from Things Fall Apart، تلقى الاسم تاع الكتاب انت تفهمها وحدك. Adapted from تلقى تشوف اذا اسم كتاب او باين، اذا لقيت www.com اي باينه باللي انترنت، يعني newspaper ولا the internet ولا a book. A book قلنا نلقاو اسم كتاب و Adapted from the internet نلقاو www.com هذه باينه، مثلا www.facebook.com. newspaper يعني مجلة تلك السنة وتلك اسم اسم المجلة ولا الجريدة مع السنة. يعني هذا السؤال جاء حتى في بكالوريا آداب وفلسفة سنة 2009. لحظة فقط، هذا مثال في بكالوريا آداب وفلسفة الموضوع الثاني في عام 2013. شوف أول سؤال ديما The text is a book extract a website article or a newspaper article. كما درنا نفس القاعدة اللي مدهلكم قبيلة هي تطبقوها. كتبوا باي سهلية أوديك www.aho.com fact، يعني كي لقينا www اهي باينة ويب سايت article، اذا الجواب هو ويب سايت article. اذا كان هذا الفيديو تاع اليوم، نتمنى نكون افدتكم ولو بقليل. ما تنساوش ديروا ابوني في القناة وتشاركوا الفيديو باش الكل يستفاد، وشكرا على المشاهدة، وجميع الأسئلة تقوها في التعليقات.